كنا نعمل حساب لقوانين الأستاذ بوراك وهلأ طلعت لنا هي. قالت لي لا تجي على المدرسة بكرة بلا تنورة. مو أنت قاعدة جنبي أكيد تضايقت منك لهالشي. ما بعرف شو اللي بدي إياه بس ما رح أقدر أشتري تنورة لبكرة. برأيي ما في داعي توتري حالك، مرت عمي بتحلها. إن شاء الله تصير هالمعجزة. شباب أنا رح أترككم هلأ، على الأغلب حبيبتي بحاجة يكون جنبها. هاركة، سمعت اليوم رح يكون الجو بارد، خلينا نلاقي شي نشعله. قصدك على الحطب مو هيك؟ أو شي بالزبالة، مجبور شو أعمل؟ ما معي حق حطب. شو صار لصوبية الكهرباء منزوعة؟ لا ما صار لشي، بس هي ما بتدفي لتعنقيها، وخايف على آسيا وأمل يمرضوا. لا تقلق علينا، نحن مناح منعانق بعض ومننا. يلا تعال. يعني ما صار شي لحتى تضايقي حالك؟ بالنهاية لو كانت الشغلات اللي بيساووها أهلنا بتهمنا ما كنا رحنا لمكان. يعني تخيلي ست الوالدة راحت وعطيت أمل لمرة تانية، بقى لا تضايقي لي حالك. بس مشكلتي مو هيك أوجان، مشكلتي أكبر بكتير. أنا لمبارح كنت بنت في عندها أخ مو شرعي وعندها عائلة مفلسة على الآخر. أنا عن جد بتشكرها، وحتى كمان بتشكرها كتير ومن جوات قلبي. وبعد اللي عملته أمي مبارح صار عندي 2 أخوات من نفس الصف من وراها، وكل المدرسة هلأ أكيد عم تحكي عني شروي غروي، وحتى الكل عم يقشروا علي. شفت هالشي بعيني. هاريكا تروحي معنا إذا ما عندك شي؟ لا صبايا شكراً، أنا مزاجي ما نرايق اليوم أبداً. طيب على راحتك، على كل أن حاكينا. أوكي. إمتى رح نفرق هدول عن بعضهم؟ ما قدرنا نزعج أوجان منيح. خلص بقى لا تقلقي، عن قريب رح ينفصلوا، ما في مستقبل بعلاقتهم. والله كلامك صح. بتعرفي حبيبتي عندي فكرة، مو بتحبي المقاعد اللي جنب الشط؟ خلينا نقعد عليهم. لا لا أنا بردانة. بردانة؟ إذا كان هيك منفوت على المحلات الدافية، شو رأيك؟ ليكي ما رح نسرق شيء، بس فيك تقيسي تياب قد ما بدك وبصورك. شو؟ ليك أوجان أنا بعرف أنك عم تحاول تساوي شيء مشان كون مبسوطة، بس صدقني اليوم أنا مزاجي مو رايق وما رح أقدر كون مبسوطة. بردوا إيديكي؟ إيه شوي، أساساً كل ما أتوتر فوراً بحس بالبرد. إذا كان هيك خليني أشتري لك كفوف، وبهالحالة كل ما بيصير معك شي بتلبسيهم وبتتذكريني. ومن وين رح تجيب مصاري أوجان؟ نحن ما معنا مصاري حتى لنشرب قهوة بهديك الكافيتيريا المعفنة، وأكيد بتعرف برأيي ما في داعي نكون إيجابيين أبداً، لأنه حياتي وحياتك سيئة فوق ما بتتخيل. يعني هذا الواقع. انسى، رح اتمشى شوي لحالي بجوز ارتاح. تمام حبيبتي، خلص مثل ما بدك. بشوفك. بزعل لما بتكون هيك. Thank you.
بدك مي عمو؟ بدك مي عمو؟ خليهن معك ما بدي. يعطيك العافية. ويعافيك أخي. ما عم يضايقوك لأنه عم تبيع مي؟ لا ما حدا ضايقني. أها طيب عم تكسب منيح؟ يعني عم يزيد لك مصاري؟ بربح 50 قرش بكل وحدة، وأحياناً بيتركوا لي باقي المصاري، يعني شي 30 أو 40 ليرة. مبلغ حلو، الله يرزقك. بس يا دوب يكفونا أكل. فهمت عليك، الله يرزقك. يسلموا أخي. بدك مي إذا عطشت؟ في حدا من شوي أعطاني مصاري وما أخذ مي، خدها ببلاش. لا حبيبي خليها معك وبيعها كمان. تمام أخي. يلا كمل شغل وانتبه على حالك. على عيني. بلشنا نحس بالدفى شوي، مالك بردانة مو؟ دفيانة منيح. هالخشب عم يدوب بسرعة، ما رح يكفونا للصبح. عادي منسمك تياب شوي ومننام كأنه الصوبيا مو شغالة، ومنغطي حالنا ببطانيات أكتر كمان. فكرة حلوة. أوجان شو رأيك ببيع المي؟ والله إذا بدك رأيي هالفكرة منيحة، وحتى عجبتني كتير كمان. في الخالة زحل تعرفها؟ ايه تمام. في عنده ولد اسمه قلب بيشتغل بالمي، ورح يقدر يعطينا 3 صناديق. كم صندوق كانوا؟ 4. رح يعطينا 4 صناديق بدون ما ياخد حقهم. أنا بقنعه بس نبيعهم كلهم ونربح نعطي حقهم. إيه فكرة حلوة، مبروك علينا الشغل. بجوز ندبر حق التنورة وبتروحي فيها على المدرسة بكرة. يعني إذا قدرتوا تدبروا مصاري اشتروا حطب بالأول، مرت عمي بتحل مشكلة التنورة. اللي عم تقوله صح، حاسس حالي من جوا مثل جبل التلج. تمام تمام لا تنق، رح شغلها بعدين منروح على الشغل. والله طلعت محروقة كتير، لهيك ما فيني خيطها ولا فيني صلحها، عن جد صعبة. لا تقولي يا يلي اسمها آيلة قالت لها لا تجي عن مدرسة بلا تنورة. حق غالي يعني؟ والله هذا حسب العيلة، في ناس بالنسبة لإلون رخيصة وبالنسبة لإلنا غالية كتير. قديش حقها؟ 220 ليرة. قديش؟ ولي شو هالتجار هدول ما عندهم ضمير؟ شو ها؟ صاحب الشغل أعطاني كل اللي زادوا على البسطة، دائما بيساوي هيك مع العمال تبعه. فكرة حلوة، بشو هالكيك؟ بالجزر. قلت بالجزر؟ ايه كنت تحبيه من زمان. عن جد كنت حبه أنا؟ طبعا، ودائما كنت تاكلي منه. والله غريبة، بس ما بتذكر بكل حياتي إني أكلت قعدته بالجزر. إيه أنت أساسا ما بتتذكري شي، بس أكيد اشتقتي تاكلي، خدي كلي. بتعرف مو جاي على بالي، يعني مثل ما بذكر ما بحبها أبدا. إيه خلصيني وكلي شقفة، كيف رح تتذكري؟ يلا خدي دوقي لقمي. كيف؟ طيبة مو هي؟ تذكرتي هلا؟ تأخر العقل. كتير طيبة. أعطيكي قطعة تانية؟ شو لا؟ ما بدي اسمه، قول أنت. بوكين دندن يارم بلكي gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek hay-